نشأتي كانت في مدينتي الصغيرة أو القرية الصغيرة بتاعتي. القرية هي قرية هادية خالص، بس في نفس الوقت هي مكان سياحي. أنا كنت بلعب هناك برضو في الأكاديمية بتاعت المدينة، واللي أنا أكيد عارفه أو اللي أنا فاكره كويس إن أنا كنت دايما الأفضل. أنا فاكر إنه كان في دايما المدرب بتاعي كان هو اللي بيساعدنا دايما، وكان هو المرشد بتاعنا في كل حاجة. كان بيعلمنا ازاي نتحرك في الملعب، ومن هناك انا اتعلمت كتير جدا. ده طبعا بجانب الموهبة الفطرية اللي بتبقى عند الطفل من هو صغير. بالتأكيد دي حاجة رائعة جدا وحاجة تخليني مبسوط. صاحب الأكاديمية أنا عندي علاقة كويسة بيه، بتربطني بيه علاقة كويسة، وبالأطفال كمان اللي عنده في الأكاديمية. وأحيان كتير جدا كان بيطلب مني إن أنا أزور الأطفال أو إن أنا أجيب لهم هدايا، وساعات كتير كنا بنعمل حاجات فاني ليهم في الأكاديمية. مثلي الأعلى هو ديدييه دروكبا أكيد، لأنه حتى في السنغال وانا صغير كانوا بيطلقوا عليا ديدييه دروكبا، لان انا بحب جدا طريقه لعبه ومعجب بيها، وفي نفس الوقت دايما كنت بحاول ان انا اقلده في الملعب. بحاول اقلد ازاي طريقه ارتقائه في الكور العاليه، طريقه الشوط بتاعته. اكيد زي ما انت عارف ان الحياه مش سهله خالص، بالعكس انت ما تعرفش دايما ايه المستقبل مخبيه لك. في اي وقت من الاوقات ممكن الحال يتغير. لعيبة كتير زي محمد صلاح وزي ساديو ماني جالهم أوقات في فرق إن هم ما كانوش بياخدوا الفرصة، ما كانوش بيلعبوا، ما كانوش قادرين يثبتوا نفسهم. بس انت كل اللي عليك ان انت لازم تجتهد ولازم تكمل وتتعب أكتر. أنا كنت في فرقة من الفرق برضو ما كنتش باخد أي فرصة خالص، وكنت يعني كل اللي بيحصل إن أنا حتى ما بدخلش القائمة الاحتياطية بتاعت الماتشات. بس أنا كنت دايما واثق في نفسي وبشتغل على نفسي، وكل اللي أقدر كنت أعمله إن أنا أكون هادي وأحافظ على هدوئي وما أعملش أي مشاكل. وده اللي خلاني كملت في مسيرتي الاحترافية، ووصلت إن ده تالت نادي دلوقتي ألعب فيه. وكنت ببقى شايف إن البديل بتاعي أو اللعيب اللي بيلعب مكاني مش أحسن مني خالص. فريقي المفضل هو تشيلسي، انا مشجع تشيلساوي، واحب جدا طبعا في المستقبل ان انا العب هناك. زي ما بقول لك انت ما تعرفش ايه اللي بيحصل في المستقبل، ممكن اكون بلعب في برشلونه او ريال مدريد. اكيد دي حاجه كويسه جدا ليه هو شخصيا ولبلدنا السنغال. اكيد هو بني ادم متواضع جدا وبيشتغل على نفسه دايما، كل ماتش بالنسبه له هو ماتش نهائي. انا معرفوش معرفه شخصيه قوي، بس كنا بنتكلم كتير على انستجرام واداني نصايح كتير، وانا دايما بتمنى له الافضل، وانا ببقى مبسوط ليه جدا لما بيكسب. كانت فترة كويسة جدا بالنسبة لي، النادي كان بالنسبة لي زي العيلة بالظبط. ومع ان البدايات بتاعتي هناك ما كانتش سهلة خالص، بالعكس كانت صعبة جدا، لدرجة ان انا في اول سنة ما لعبتش 20 ماتش بس، والموسم اللي بعده على طول انا ما كنتش بادئ برضو بصورة اساسية. بس بمجرد ما خدت الفرصة بقيت بلعب كل الماتشات وبسجل دايما اهداف كتير. حبيت وجودي هناك، وبالعكس هما كمان حتى برا الملعب كانوا دايما بيساعدوني وكانوا دايما واقفين جنبي. اكيد هتكون حاجة كويسة جدا ليا ان انا العب لمنتخب السنغال الاول، لاني بالنسبة لي انا لعبت في كل مراحل الناشئين في منتخبات السنغال الصغيرة، وكنت دايما الهداف بتاع الفريق بتاعي، الهداف دايما سواء في قطر او في توجو. سجلت مع المنتخبات اكتر من 13 جون وصنعت اهداف كتيرة كمان، كنت من اهم لعيبة الناشئين في السنغال. انا عندي الطموح ان انا اكون كمان في المنتخب الاول للسنغال، وخصوصا لو انا اجتهدت واشتغلت وكملت على نفس الطريق اللي انا ماشي عليه. اكيد اي حاجة ممكن تحصل طبعا، خصوصا لو انا لعبت كويس هنا وسجلت اهداف كتير هنا، ده هيكون مهم جدا بالنسبة لي، لان ده فريق مهم جدا، فريق نادي الاهلي. اكيد كل الناس عارفاه، هو النادي رقم واحد واكتر نادي فاز ببطولة افريقيا. لما اسجل اهداف كتير اكيد الناس هتبقى مهتمة ان هي تضمني المنتخب السنغال، وده اللي انا بسعى ليه. انا شايف ان ده امر طبيعي جدا، خصوصا ان النادي الاهلي نادي مهم جدا في افريقيا، وانا حابب العقليه بتاعت المشجعين بتاعته. انا متحمس جدا جدا لماتشي الاول مع النادي الاهلي، وبتمنى من ربنا ان هو يساعدني ان انا في الوقت دوت اسجل اهداف كتيره زي ما انا بتمنى. انا اكيد ما عنديش علم قد ايه اهداف ممكن اسجلها، بس اللي انا متاكد منه ان انا هسجل اهداف كتيره مع الاهلي. هدعي لربنا، اكيد هشتغل كويس جدا، وهدعي لربنا ان هو يساعدني ان انا اسجل دايما اهداف كتير.
أكيد كان عندي خلفية بسيطة في الأول لما قابلت أمير، بس أنا كنت معتقد، كنت بقول دايما أنا عارف النادي ده كويس، ده نادي كبير. قال لي لأ، أنت لسه متعرفش حاجة، لما تروح هناك هتعرف كله. وأنا منتظر جدا الوقت دوت، بس أنا متأكد إن دي هتبقى تجربة غير أي حاجة أنا عملتها قبل كده في حياتي. أكتر من 20 مليون مشجع بيشجعوا النادي الأهلي. أنا ما كنتش أعرف طبعا حاجة زي دي، بس دي حاجة تخليني مبسوط جدا، لأنه ساعتها أقدر أقول إن أنا كمان أتمنى إن أنا أكون أسطورة من الأساطير بتاعة الفريق دوت، زي ما كان هو كمان أسطورة من أساطير الفريق. وهفضل دايما فاكر المعلومة ديت، إن أسطورة من أساطير الفريق اللي أنا بلعب له ووقع في نفس اليوم اللي أنا وقعت فيه. أكيد القرار إن أنا أجي النادي ما كانش سهل خالص، بس لما بتلاقي كل حاجة مترتبة لك القرار بيبقى أسهل عليك. والموقف ده حصل معايا قبل كده برضو، قبل ما أروح رابيد فيينا كان جاي لي جالاتا سراي الفريق التركي، وقررت إن أنا أروح رابيد فيينا بداله. ولحد امبارح أنا جالي مكالمة من فريق في فرنسا، وكانوا بيقولوا لي إن أنا أرجع في اتفاقي مع النادي الأهلي وأروح معاهم، بس ده مش الطبيعي بتاعي خالص. لكن ربنا أراد إن أنا أكون لعيب في النادي الأهلي، وأنا مبسوط بده جدا. طموحاتي أكيد إن أنا أكسب أكبر عدد من الألقاب مع النادي الأهلي، وإن أنا أكسب بطولة دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي، وإن أنا كمان أكون هداف بطولة الدوري المصري وبطولة دوري أبطال أفريقيا كمان. وأكيد دي هتكون خطوة مهمة جدا ليا، وهتكون تجربة مفيدة. ليه لأ ما روحش المنتخب السنغالي وأكسب معهم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟ بالفعل أنا عندي بعض الأصدقاء اللي بيلعبوا هنا في الدوري المصري، وكلهم ادوني نصايح كتير ان انا اجي هنا، وانه نادي محترف ونادي كبير جدا، وانت هتكون مبسوط جدا معاهم. واعتقد ان انا اقدر اقول من دلوقتي ان انا شايف الاحترافية ديت في التعامل فعلا، ومتشوق ان انا اشوف اكتر واكتر واعرف اكتر كمان عن الفريق. اللي اقدر اقوله ان انا بشكرهم طبعا على الترحيب لاول مرة طبعا نتقابل، واوعدهم ان انا هحاول ابذل اقصى ما عندي، وان شاء الله ربنا يساعدني ويقدرني ان انا اسجل العديد من الاجوان. وانا من طبعي ان انا دايما بتعب وبجتهد، ومتأكد ان اكيد ربنا هيكافئني في الاخر. والمكافأة الاكبر ليا هتكون دايما ان انا اخلي الجمهور مبسوط وسعيد بالاهداف بتاعتي وبشغلي في الملعب. أكيد المنافسة مش هتكون سهلة خالص، ولازم أكون مستعد للمنافسة ديت كويس جدا، وأكون محضر نفسي ومهيئ نفسي للتنافس على المركز، وفي نفس الوقت أبين للعيبة اللي معايا إن أنا هحارب من أجلهم وهتعب وهبذل أقصى جهد إن إحنا كلنا نقدم أحسن ما عندنا. وفي النهاية بمجرد ما أنزل الملعب وأخد الفرصة إن أنا ألعب الماتشات أقدم أحسن حاجة عندي. بالتأكيد دي هتكون قصة مميزة بالنسبة لي جدا، عشان الجمهور دايما يبقى فاكر انه اليو باجي هو اول لعيب سنغالي يلعب في النادي الاهلي. دي حاجة هتشجعني وهتخلي عندي الطموح ان انا دايما اقدم احسن حاجة، وان انا اكون دايما في قمة مستوايا، عشان اسيب انطباع وذكرى حلوة لجمهور الاهلي عني.